السلام عليكم ورحمة الله. في البداية وقبل أي حاجة، شكرا لكل الناس اللي دعمتنا الفترة اللي فاتت بلايك واشتراك في القناة. أما فيديو النهاردة فهو عن نبات السانسفيرا. في أواخر الثمانينات أجرت وكالة ناسا لعلوم الفضاء دراسة عن أفضل النباتات اللي بتمد الإنسان بالهواء النقي واللي لها القدرة على التخلص من المواد والغازات السامة زي الفورمالدهايد والبنزين والأمونيا وأكسيد الكربون، وكمان الإشعاعات الناتجة عن الأجهزة الإلكترونية. وكم من أهم النباتات اللي نصحت بيها وكالة ناسا هو نبات النهاردة، السانسفيرا أو نبات الثعبان. نبات السانسفيرا المشهور باسم جلد النمر أو نبات الثعبان أو لسان الجن أو سيف الملك ليه أسماء كتير كلها نفس النبات. جلد النمر من نباتات المناطق شبه الاستوائية، هو متحمل لمعظم الظروف المناخية القاسية ونبات سهل جدا في الرعاية والإكسار. نبات جلد النمر شكله جميل جدا وبيشع بهجة ورقي في المكان اللي بيبقى موجود فيه. بنقدر نزرع جلد النمر خارجيا في الأرض المفتوحة أو داخليا في أسس. هو نبات متحمل للعطش، نبات متحمل للعطش والجفاف التربة والتيارات الهواء وللبرودة، بيمو في الإضاءة القوية والضعيفة كمان وفي المناخ الدافئ، وبينتج أزهار عطرية جميلة الشكل. جلد النمر صبار معمر، وأحب أقول لكم إنه من الصعب إنه يموت. أما عن إكسار جلد النمر أو نبات سانسفيرا، من أسهل نباتات في إكسارها هي الصبارات، لأنها بدون تدخل مننا بتنتج خلفات بتكون نباتات كاملة. كل اللي احنا بنعمله إننا بنفصل الخلفات دي وبنزرعها في مكان جديد. الخلفات هنا بتخرج من براعم قاعدية تحت سطح التربة، وأما بيكون عندنا نبات كامل بيبدأ يخرج منه برعم زي اللي في الصورة، والبرعم دوت بيخرج فوق سطح التربة وبيكون نبات جديد. وإحنا بدورنا بنقسم الخلفات وبنفصلها عن بعضها وبنزرع كل واحدة على حدة، وزي ما انتم شايفين بعد الفصل بيكون عندنا نبات كامل مستقل بذاته. علشان كده تقريبا مفيش نسبة فشل في إكسار نبات جلد النمر. ودلوقتي هنقوم بتقسيم نبات جلد النمر علشان يكون جاهز للزراعة. دي النباتات اللي احنا استخرجناها من التربة وبنفصل كل واحدة لوحدها، وزي ما انتم شايفين ان كل خلفة ليها جذرها الخاص بها. استخرجناها من التربة بالشكل ده بالجذر كامل، ومتخافوش الجذور مش بتموت اما بتخرج بره في الهواء، وده القصيص اللي احنا مجهزينه للزراعة وحاطين فيه البيئة بتاعتنا. بنجيب الخلفة اللي زي ما احنا قلنا ان هي خلفة كاملة بالجذر بتاعها، وبنقوم بغرزها في القصيص. ولو القصيص بتاعنا محتاج تربة بنزود التربة وندعم النبات كويس، وبنغطي منطقة الجذور بالكامل سواء في القصيص او في الارض المباشرة اللي بنزرع فيها. وبعد كده بنغمر التربة بالكامل بالماء لحد ما تتشبع، لحد ما نلاحظ ان المية بتخرج من فتحات القصيص. وبعد كده الري هيكون عند جفاف التربة، وزي ما قلنا ان نبات جلد النمر متحمل لجفاف التربة بشكل كبير جدا، فمفيش داعي للري المستمر لتجنب تعفن الجذور. جذر نبات جلد النمر ليه في عرضي. لو النبات مزروع في ارض طينية او ارض خصبة ممكن ما نحتاجش لتسميده نهائي. انا شخصيا النبات عندي بقاله سنين طويله وما افتكرش ان انا سميته ولا مره، ومع ذلك النبات قوي جدا وشكله جميل. وده كان فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو او استفدت منه او قدرت اوصلك معلومه، يا ريت ما تبخلش علينا بدعم بلايك واشتراك في القناه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.